تم أيضا تدشين بطاقات مسبقة الدفع خاصة بكأس العالم للذكرى لكأس العالم، وهذه البطاقات محدودة تقريبا عندنا ما يقارب 15,000 بطاقة. تم طبعا بيع مجموعة كبيرة منها وبقي أيضا مجموعة، فاللي حاب أنه يأخذ ذكرى لكأس العالم أو البطاقة فهي ما زالت موجودة، يقدر يطلبها عن طريق الموبايل بانكينج ويأخذها عن طريق الفروع بإذن الله. التعاون جدا ممتاز. طبعا سبب السحوب وسبب أنه لازم ننهي على تاريخ 31/3 هي لازم إصدار الأسامي والتذاكر والإقامة. معروف ان يعني حضور كاس العالم في قطر له شروط اختصاصيه، يعني شروط خاصه لحضور كاس العالم، ويجب ان تكون الاقامه موجوده، التذكره موجوده، ايضا تذاكر السفر، فالحجوزات تاخذ وقت. طبعا احنا باقي لنا تقريبا شهرين، ما يقارب الشهرين على نهائيات كاس العالم باذن الله في قطر. هي فرصه جميله لزبائننا للحضور باذن الله، واتمنى انهم يستمتعون، والف مبروك وحظ اوفر باذن الله للبقيه باذن الله. اكيد نحن من اول البنوك في السلطنه التي تسعى دائما الى توفير خدمات رقميه ومثاليه لزبائنها. طبعا هذا نعمل برؤيه البنك، نعمل لخدمتكم بشكل افضل كل يوم، هو وسيله ايضا نحن نجدها لتسهيل المعاملات للزبائن سواء عن طريق جميع القنوات الموجوده في بنك مسقط، ونحاول دائما ان نطور مثل هذه القنوات لتكون سهله الاستخدام للزبائن، ونتمنى ان شاء الله ان نكون موفقين باذن الله في الابداعات القادمه في بنك مسقط باذن الله، او البرامج اللي نقدمها ان شاء الله، او الجوائز اللي يعني تكون للزبائن باذن الله في الفترات القادمه ان شاء الله. والله ابارك لهم، احب ابارك لهم مره ثانيه، وايضا اشكر جميع الحضور سواء الاعلاميين اللي موجودين معنا، شركائنا الحقيقيين، شكرا لتواجدكم معنا في هذه الاحتفاليه، واحب ابارك للفائزين، وان شاء الله باذن الله يتمنهم يستمتعون بكاس العالم، فرصه كبيره، حدث مهم، حدث لن يتكرر في خلال السنوات القادمة في المنطقة، فنتمنى لهم التوفيق، ونتمنى أنهم يكونوا مرتاحين إن شاء الله، يعني يروحوا بالسلامة ويرجعوا بالسلامة بإذن الله، ودائما بنك مسقط معهم في كل مكان بإذن الله.